كابتن اسامه، الف مبروك. ماتش صعب، ماتش ما فيهوش اداء جمالي كتير، ولكن فوز مستحق ومرضي للنادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي. الشوط الاول قلنا الاسلوب الفني في دور الثمانيه هيكون مختلف عن المجموعات. طبعا مجموعات انت بتحصل نقاط، الفرقه اللي هتحصل نقاط اكتر هي اللي هتصعد بعد كده. دور المجموعات مختلف في الامور الفنيه، انت عندك مباراه على ملعبك عايز تشتغل عشان تكون في صالحك، وعندك مباراه ثانيه بتكمل عليها. يعني المباراه النهارده الحمد لله افضل شيء النهارده في المباراه قبل احراز النادي الاهلي هدفين هو ان النادي الاهلي ما دخلش فيها هدف يا كابتن ايمن، ودي النقطه اللي احنا كلنا اتفقنا عليها في بدايه المباراه. قلنا النهارده ايا كانت النتيجه حتى لو كانت تعادل سلبي، النهارده نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي شباكه تظل نظيفه زي بدايه المباراه، وده اللي حصل. النهارده محمد الشناوي واحد من نجوم المباراه النهارده، الحارس الكبير، رغم ان ممكن ما يجيلكش يعني كور عليك كتير، لكن ممكن يجي عليك كورتين صعبين، لازم تكون مركز مليون في المئه النهارده. محمد الشناوي خاصه في الشوط الاول كان بكامل تركيزه، كل الكرات العاليه، الركنيات، الكرات الثابته تعامل معاها النهارده بشكل ممتاز، كان صمام امان للفريق. فالنهارده افضل حاجه النهارده في المباراه، اول حاجه النادي الاهلي شباكه طلعت نظيفه في المباراه الاولى. الحمد لله فعلا. الهدفين الفريق الكبير ممكن وهو مش في افضل حالاته ازاي يعرف يفوز؟ صحيح. خلي بالك ريال مدريد في دوري الابطال ممكن ما تلاقوش بيقدم الكره الحلوه، لكن ازاي النهارده ازاي تقدر تطلع بالمباراه باللي انت عايزه. صحيح. النهارده النادي الاهلي قدر يكسب نتيجه 2-0، لكن انا اختلف مع الكباتن، 2-0 لسه برضو مش نتيجه مطمئنه، لسه عندك شوط تاني هيكون صعب. محتاج ان تشتغل عليه بشكل كبير. هناك جماهير المغرب وخاصه جماهير رجاء هتشوف ضغط جماهيري كبير جدا في المغرب، هتشوف هناك برضو ضغط وشراسه من بدايه المباراه من لاعبي الرجاء، فعلشان كده لازم لعيبه النادي الاهلي تستعد من بكره لمباراه الرجاء الثاني والشوط الثاني اللي هيكون مباراه قويه جدا في المغرب. لا قدر الله الرجاء لو دخل واحرز هدف في الشوط الاولاني هتفضل عندك عصبيه طول المباراه، فعلشان كده بقول نتيجه 2-0 لا مش مطمئنه، لسه ما وصلناش. اللعيبه محتاجه تشتغل، محتاجه تركز، كولر محتاج يركز في المباراه الثانيه اكتر علشان التفاصيل كتير. والنهارده هو فضل مثبت طريقه اللعب، ما غيرش كتير، 4-3-3 فضل مشتغل عليها طوال 90 دقيقه. حتى وانت كسبان 1-0 ممكن مدير فني يطمع ويقولك انا عايز اجيب الثاني والثالث، لا فضل محافظ على الشكل. الحاجه بس الوحيده النهارده اللي بلوم عليها كولر النهارده في التغييره الثالثه بتاعت خالد عبد الفتاح. النهارده كان ممكن النادي الاهلي يجيب الثالث، بس هو كان واضح ان هو تفكيره الاكثر بالظبط حس بالاجهاد ان هو يحافظ على الهدفين. والحاجه الثانيه برضو انك ما تتلقاش هدف في المرمى، ده كان الهدف الاكبر. كان صح. ممكن هي تغييراته النهارده واقعيه، حمدي فتحي نزوله، انا قلت لك من بدايه المباراه او بين الشوطين قلت حمدي فتحي مطلب انه يكون موجود، محمد شريف مكان محمود كهربا، يعني برضو تغييره واقعيه. لكن طاهر محمد طاهر كنت اتمنى ينزل مكان خالد عبد الفتاح، كان فيه مساحات كبيره في ظهر الرجاء كان ممكن يشتغل عليها وكنا ممكن نحسم الامور تماما. لكن الحمد لله 2-0 وانت النادي الاهلي يعني النهارده كان برغم انك مش في افضل حالاتك زي مباراه الهلال، لكن النادي الاهلي عنده الخبرات الافريقيه، اللعيبه برضو تقيله في الملعب، ازاي امتى تستحوذ، امتى تسيطر على الكوره. الفرصتين النهارده فيهم توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى. هدف الاولاني تواجد محمد عبد المنعم المدافع في المكان دوت، هي كانت كره ثابته وكره اتلعبت بسرعه ورجعت هو فضل في ال 18 مكمل حطها. يعني طبعا حارس المرمى الرجاء قلنا ده من يعني من نقاط الضعف في فريق الرجاء، انس الزنيتي حارس مرمى يعني قصير، الكره الاولانيه بتاعت محمد عبد المنعم ما قدرش يتعامل معاها بالشكل المثالي. الهدف الثاني في مهاره من حمدي فتحي، ودي النقطه اللي احنا كنا بنطالب بيها، ديانج والسولية الناس اللي اختراق من العمق، الاختراق من القلب. حمدي فتح اول ما بيرستا مسك الكره هي دي النقطه اللي احنا كنا عايزينها من السولية وعايزينها من ديانج، ازاي تخترق في القلب ما بين الاثنين المساكين جمال الحركاس والهدهودي، اثنين ممتازوا بالطول لكن التمركز الدفاعي مش صحيح في بعض الاوقات. حمدي فتحي لما راح واخترق بيرستا حطها له في حته نموذجيه، طبعا كان فيها توفيق في حارس المرمى. فبنبارك لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول، لكن لسه يظل هناك شوط قوي جدا هناك في المغرب، نتمنى ان شاء الله فيه النادي الاهلي التوفيق ويصعد فيه باذن الله رب العالمين.